الدفاعيه اللي هي ناحيه الشمال بتاعت رافائيل لياو وبتاع سيو هرنانديز. فانت هنا بقى عندك مشكله ان الناحيه دي انت مش قادر تقف قدامها ولا عارف ان انت تشكل خطوره هجوميه عليها، فانت ضايع دفاعيا فيها وضايع هجوميه فيها، فالدنيا كانت صعبه قوي. بعد كده نزل داني سوبايس مكان لوكا مودريتش، وهنا بقى فقد كل الحلول، يعني هنا فقد كل الحلول، ورافائيل لياو ضيع واحده وضيع الثانيه، وبعد كده بقى لسه هيفكر يضيع الثالثه على طول. راح مارو جونيور راح مسجل الهدف الثالث وخلص الدنيا. ولكن برضو تعالى نتكلم على حته فونسيكا عملها غبيه، يعني برضو باولو فونسيكا عمل تغييره غبيه. هو نزل روبن ليفتشيك مكان كريستيان بروسيتش، ونزل تامي ابراهام مكان الفارو موراتا، تمام. وعلى فكره موراتا يحسب ليه الفول اللي عمله في الهدف الثاني، مميز، بس برضو رافائيل لياو دخل لجوه. مين اللي كان مع رافائيل لياو؟ فاسكس. انا بقول لك هو كان عامل منه جزامه. الراجل طلع رافائيل لياو في الدقيقه 8 في الدقيقه 78 ونزل مكانه اوكافو نوا، ودي بالنسبه لك كانت تغييره غبيه، لان رافائيل لياو هو اللي عمال ياخدك للثلث الامامي بتاع ريال مدريد، فانت بتطلع رافائيل لياو، فكانت غبيه قوي التغييره دي. ولكن سبحان الله مشي وسلكت وقدر ان هو يطلع بالمباراه. ولكن برضه مايك منان مطلع كوره حلوه قوي من ابراهيم دياز، وطبعا قبلها كان في جول سجله انطونيو روديجر، ولكن اتلغى بتاع التسلل على الصابونه بتاعه ركبه رودريجو جوس. في كل حال من الاحوال ريال مدريد للاسف الشديد الناس دايما بتكتشف القبح بتاع المنظومه بتاعه كارلو انشيلوتي ساعه الخساره، انما ساعه المكسب كله بيعدي. ريال مدريد بيبقى عامل ماتش من لابس 60 نيله قدام بروسيا دورتموند، شوط اول وشوط ثاني انت بتعتمد فيه على اللعيبه اللي موجودين عندك والكواليتي اللي موجود في الثلث الامامي، وبعد الماتش ريمونتادا وكارلو. يا عم المنظومه اصلا مليانه مشاكل، بس كالعاده ما حدش هيتكلم معاك في مشاكل المنظومه غير لما ايه تخرب خالص، وده اللي بيحصل للاسف.